أنا نحات منذ الصغر، يعني من أيام وأنا بالابتدائية كانت لدي هذه الموهبة، فحسيت أنه بداخلي شيء. وعندي طبعا السبب تأثرت بالمناخ أولا، لأنه أنا ساكن في منطقة فيها شريط ما يقارب أو مسافته من شرق المفرق إلى ما دون الرويشد ب 15 كيلو، مسافة تقريبا 110 كيلو. من المنطقة هاي للشريط هذا، خلينا نقول من الحرة السورية على الحرة الأردنية، نسميها الحرة الأردنية، لحد شمال السعودية، هاي كلها بازلت. فأنا تأثرت بهذا المناخ اللي هو حجر البازلت والخامة الموجودة، فحسيت أنه أنا في عندي موهبة أنه أقدر أعمل شيء في حجر البازلت. هذا جزء من أعمال اللي عملناه، وهي عدد كثير يعني يفوق 100 منحوتة، غير اللي طلع برا للسوق. فأنا طبعا أحمد الله أنه الله أعطاني وأرزقني هذه الموهبة، كونها موهبة حلوة وجميلة وتدر دخلا طيبا. بستعمل من الإبرة اللي هي زي قلم الرصاص، طبعا تكون فولاذ، عدة لازم تكون عدة فولاذ اللي حتى تكون قاسي وتطوع هذا الحجر. فنبدأ من الإبرة ممكن إلى أكبر أزميل، ممكن في أزميل متر نحتاجها مرات لما نقدح حجر زي مثلا هذا، في حجارة طولها متر، فممكن نقدحه بالأزميل اللي طول قياسه متر أو طول متر. في عدة أزميل، في الشفرة، في المحدب، في الشواكيش بأحجامة، في عندك مثلا خلينا نقول شواكيش بعشرة كيلو، خمسة كيلو، ثمانية كيلو، في أقل منه قية زي هاي مثلا، يعني قد حبت التمرة هاي أو أصغر، هاي ممكن نستعملها في شغلات دقيقة جدا زي الرسومات، زي لوحات صور. طائر البوم عملته وجسدته، ممكن الثعلب، ممكن أبواب البازلت اللي كانوا يستعملوها باقي الحضارات زمان، ممكن نعمل باب البازلت، ممكن الأبنية على الطرق الإسلامية زي القناطر، القوس، في كثير هسه ما يعرف شو القوس، يمكن يشوفه بالكتاب مرات يقول شو القنطرة هاي اللي هي القوس، هذا عمار إسلامي، عمار إسلامي ومن حضارات قديمة. أتذكر بتاريخ أو يوم الأحد تاريخ 26/1/86، أتذكر أنه أنا كنت أقرأ برا بالصحراء خارج البلدة، لأنه هيك كان عندنا عادات زمان، الطالب يأخذ الكتب قد ما كان عنده اهتمام وجدية بالدراسة، نأخذ الكتب وكل واحد على خلوة يقرأ. فأنا صادفت بطريقي صحراء صمة سودة بوادي، بعمق الوادي، فحبيت أنه أكتب تاريخ، وخاصة أنه أنا حاسس أنه عندي قدرة أطوع حجر البازلت، مع أنه الأغلبية بهذيك الأيام قالوا حجر البازلت لا يمكن أنه في إنسان يعمل فيه، بس لما كنت أشوف أنا أعمال الرومان والبيزنط والأثرات الحضارات القديمة. فثاني يوم من الدراسة خذيت مسمار فولاذ وشاكوش صغير، فرحت لنفس المكان ودقيت الاسم، وما زال لغاية الآن موجود. بال2011 رجعت للنحت، فاشتغلت عدة منحوتات وانطلب مني عدة منحوتات، ومنظمة اليونسكو اكتشفوا أنه هنا في موهبة فريد من نوعه. في يوم من الأيام حضروا لهنا مع مجموعة مع ناس في منهم بعرفهم، فقالوا بدنا نعمل عقد دورة في قضاء أم الجمال. فكنت مبسوط أنا أنه عشان نروج هاي المهنة أو الموهبة الحلوة ونتوسع فيها، فوافقت مباشرة على العقد، ورحنا عقدنا معهم دورة عمل تدريب على البازلت لمدة 2 عامين.